بما أنه شهر رمضان مبارك صار على الأبواب، فلازم نستعد نفسياً وجسدياً لوقت طويل من الامتناع عن الطعام، وبهالفترة لازم نتبع أساليب لحتى يمر هالشهر بسلامة جسدية. تماماً يا ورد، كرمال هذا الشيء اليوم رح نحكي عن كيف فينا نستعد لاستقبال رمضان من الناحية التغذوية، وشو لازم نعمل حتى نعوض فقدان عناصر من جسمنا خلال فترة الصيام، مع اختصاصية التغذية عالية الدبس. يسعد صباحك عالية، أهلا وسهلا فيك. أهلا، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك، والله يبلغنا الشهر بخير وسلامة. عالية، يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة، كثير من الناس بيتلبكوا أول أسبوع من رمضان، وفي كثير من الناس بيمتد هذا التلبك لحتى يبلش الشهر يخلص. شو الأسباب اللي بتخلينا نحن غذائياً نتلبك وجهازنا الهضمي ما ينتظم؟ تمام. هلا أول أسبوع عادة برمضان هو بيكون أصعب أسبوع، خاصة إذا نحن متعودين على عادات غذائية وما تهيئنا صح. بالنهاية جسم الإنسان ما له مثل الروبوت أو كمبيوتر، بنكبس زر والروتين كله بيتنظم. في عادات غذائية إذا نحن تبعناها من قبل رمضان بأسبوع 10 أيام كتير منستفيد، وأول أسبوع إن شاء الله ما بيكون علينا صعب. إن شاء الله يا رب. في بعض الأشخاص يلي هنون عندهم بعض العادات، إذا منقول غذائية أو إشياء تانية مثل وقت الواحد بفيق، الكافيين، المدخن، هدول الاشياء يلي كل السنه احنا متعودين اول ما نفيق نعمل روتين، ممكن ناخذ الكافيين، المدخن لازم يدخن اول ما يفيق بعدين نفطر. هذا الشيء نحن رح نلغيه ببدايه شهر رمضان المبارك. نحن شو لازم نعمل من هلا لحتى نعود انفسنا انه خلال فتره الصيام بده يرجعنا راسنا، ما في فنجان قهوه، ما في دخان، ما في كل هدول القصص؟ خبرينا اكثر شو لازم نبلش نعمل من خلال هاي الفتره. تمام. هلا اهم العادات مثل ما ذكرتي، في كثير ناس بيتعودوا على فنجان قهوه، 5 فناجين قهوه بالنهار. هلا اول شيء بنحاول بالتدريج نخفف، بدل 5 فناجين 4، وانا بنصحهم مثلا فنجانين قهوه، لا فنجانين قهوه مبدئيا مع فنجانين شاي مثلا، شاي فيه اقل محتوى من الكافيين. لما بينسحب الكافيين بشكل مفاجئ من الجسم بيصيبنا وجع راس وألم، خاصة أول أسبوع من رمضان. فأول شيء بدنا نخفف الكافيين، وكمان بدنا نأخره لأنه ما بدنا نتعود أول ما نفيق نشرب فنجان، لأنه بخلال فترة الصيام وأول يوم بيصير معنا وجع راس كتير، أكيد، لأنه وخاصة اللي بيشرب قهوة واللي بيدخن. أكيد، لأنه الكافيين هو محفز، فنحن عودنا جسمنا، عودنا الجهاز العصبي على هذا، على هي المادة، بهي المادة. بالنسبة للنيكوتين أو الدخان، وهي العادة الأسوأ، الكافيين فينا نحكي إيجابيات وسلبيات، لكن النيكوتين للأسف ما في ولا إيجابيات. أكيد لازم نستغل شهر رمضان لحتى نخفف. كمان نفس المبدأ، بدنا نخفف بالتدريج وبدنا يعني نقدم الزمن، يعني انه بدل ما الصبح نحن نستنى فترة، نستنى تمام فترة لبعد الأكل. كمان في عادة الوجبات بالنهاية، نحن برمضان نعتمد على وجبتين أساسيات اللي هي الإفطار والسحور. نحن هلا 3 وجبات أساسيات والسناكات، فبدنا نحاول نخفف ونلغي السناكات ونعتمد على 3 وجبات أساسيات، وشوي شوي بصير وجبتين، ووجبة المسائية من أخرها لحتى تماثل وجبة الفطور برمضان. طيب، كتير حلو هذا الموضوع. بهالثلاث أيام إن شاء الله نلحق نعمل اللي حكيتيه، إنه نخفف كافيين ونقلل دخان قدر الإمكان. أصلاً لازم نمتنع عنه، نستثمر شهر رمضان ساعات طويلة بلا تدخين، نبدأ نحفز حالنا نبتعد عن العادة السيئة. طيب، بلشنا رمضان، كتير من الناس بيعانوا من صدمة إنه عطش شديد، بيوصلوا من فترة الإفطار للسحور بيكون الوقت ما بيلحقوا يشربوا فيه مي. تعويض السوائل كيف بيكون؟ هلا أول عادة عن جد غلط عند الناس، إنه بوقت السحور بيشربوا كتير كميات كبيرة، بيستنوا لوقت السحور. هلا أولاً الكلية ما بتقدر تفلتر أكثر من 500 ملي بالنصف ساعة، يعني لتر بالساعة، فنحن بدنا نحاول نقسم احتياجات السوائل بين الفطور للسحور. طبعاً السوائل مو بس موجودة بالمي، هي موجودة بالشوربات اللي بتكون موجودة، الفواكه، الخضرة. بدنا نركز بين الفطور والسحور على هدول الأغذية العالية بالبوتاسيوم لحتى يعني توقينا من هذا العطش. وكمان الخضره والفواكه نحن بنكون يعني بحاجتها، اللي بيقولوا لها نيوتريان دنس فود، الاغذيه العاليه بالقيمه الغذائيه. فتقسيم السوائل، احتياجاتنا من السوائل بين الفطور للسحور اكيد رح يساعدنا، وبالاضافه للاغذيه العاليه بالبوتاسيوم. عندنا مثل اللبن،
التمر، التين. تتضمن العصائر الغنية بالسكر، كثير من الناس بيخلطوا بهالموضوع. صحيح، معك حق، أكيد لا. العصائر الغنية بالسكر ما بتروي من العطش، بالعكس حتى بتحسسنا بالعطش. وما بصير أبداً إن نحن نكسر صيامنا على كاسة عصير، هي بيكون عم نعاني من تلبك بالمعدة مثل ما أنت قلت. وبلس إنه ارتفاع السكر بشكل سريع ومفاجئ، هذا الشيء كثير خطير على جسم الإنسان. تماماً، هو ممكن نحن صار الأذان، أول ما مجهزين بقى مشروبات رمضان ببلش بقى بناخد كم كاسة وبعدين بنبلش بتناول الطعام. طيب خلينا نحكي على وقت السحور اللي لازم ناخده نحنا قبل ما يبلش يوم رمضان، شو الوجبات المتضمنة لحتى نحنا نحاول ما نجوع بأول يوم، لأنه ممكن يسبب الصداع الأول يوم وتاني يوم الصيام. شو الوجبات الرئيسية اللي ممكن نحنا ناخدها أو ناخدها خلال السحور لحتى ما نشعر بالتعب؟ تمام، هلأ أكثر شيء بدنا نركز على الأطعمة العالية بالألياف. الألياف موجودة بالخبز الأسمر، البقوليات، الخضرة، الفواكه. كمان الأطعمة العالية بالبوتاسيوم مثل ما ذكرنا، عندنا التمر، الموز، هدول كتير مهمين لأنه بيقولوا بيرجلجوا شوارد الجسم. بدنا كتير ننتبه على كمية البروتين إنه بتتقسم بين الفطور للسحور. الجبنة كمان مصدر منيح، عالي يعني عالي بالبروتين، ننتبه إنه ما تكون مثلا جبنة مثل الأشقوان وهول لأنه بيكونوا عالي بالدهون. ونفس الوقت بدنا ننتبه على كمية الملح لأنه حنحس يعني حيكون سحورنا عامر، يعني نجهز لفترة الصيام طويلة، فبدها تكون سفرة السحور فبدها تكون عامرة بين بقوليات وبين ألبان وأجبان. وممكن بعض الأشخاص بعد ما بيخلصوا وجبة السحور ممكن ياخذوا بعض المربيات والزبدة أو الحلاوة والزبدة لحتى يخففوا من جوع ثاني يوم الصيام، هل هذا الشيء صحيح وسليم؟ لا، لأنه هو الزبدة أو كل شيء سكر مكرر رح يعطيكي طاقة بلحظة، يعني بتلاقي ما رح تقدري تنامي يمكن. وبالعكس نحن بدنا نروح على شغلات المعقدة، نشويات المعقدة اللي بدها تفكيك وقت طويل. مزبوط. حتى نضل نحن شاعرين بالشبع أكبر وقت ممكن من الصوم. طيب هون في سؤال، خلينا نروح للفطور بقى. جينا نحن للفطور بعد صيام مثلا 16 ساعة تقريبا، شو بدنا نفطر؟ شو المكونات الأساسية اللي بتنصحي فيها؟ كتير من الناس بيقدروا ينوعوا الأطباق الموجودة على سفرتهم، والله يخلي البركة على صفر كل الناس، بس هلأ الوضع الغالب عند السوريين إنه نوع أو نوعين على السفرة، إذا تواجدوا فكتير منيح. شو هالنوع والنوعين لازم يكونوا؟ تمام، هلأ جينا للفطار كتير جوعانين وتعبانين، بدنا أول شيء نكسر الصيام بتمرة أو تمرتين وكاسة مي. بعدين ننطر شوي، أكيد الأكل ببطء هو سر، يعني لازم ناكل ببطء، ما ناكل بسرعة قد ما كنا جوعانين ما نحس بالتخمة كمان. وبعدين نروح على الشوربات. الشوربات بتكون محضرة بالبيت، ما للشوربات الجاهزة اللي بتكون عالية بالملح. وصحن السلطة اللي كمان ننتبه على كمية الزيوت. معناتها هيك عزيزي المشاهد عم يقول لك إيه، أنا شبعت ما بلشت بالأطباق الرئيسية. هلا اذا نحن يعني في كثير ناس بياخذوا مثل هيك وجبه خفيفه بيكسروا فيها صيامهم بيرتاحوا بيرجعوا بعد ساعتين او ثلاثه بياكلوا وجبه بتناولوا افطار كامل مثل ما قلتي. طيب وجبات الافطار شو لازم تكون متضمنه؟ يعني مثل ما كان عم يقول ورد، سفر السوريين دائما بكل سنه بتكون عامره، ولكن بظل الظروف الصعبه عم تكون في تخفيف وتقليل منها. قلنا حكينا الشوربه والسلطات، شو الاشياء الثانيه الرئيسيه؟ لأنه زفر وزيت وهدول القصص يعني بعد عنهم ولا لا بخفف منهم؟ هلا الأكيد إنه أحسن يعني نخفف منهم كرمال الدهون، حتنزل تقيلة على معدتنا بعد فترة صيام طويلة. ما ضروري كتير يكون في كذا صنف على الطاولة أبدا، صنف واحد بكفي. ملوخية ورز، أكلات اللبن تكون عالية بالبوتاسيوم، مجدرة، شغلات يلي ما في داعي يعني شو بيقولوا يعني أبدا كتير. تمام، هو يعني شهر رمضان أنا بعتبره ديتوكس للجسم، بينظف الجسم خاصة إذا نحن استغليناه صحيح. فإذا نحن كترنا من هدول الأكل، اللوبيا، البازيلا، الفاصوليا، الملوخية على الإفطار، فأكيد يعني هذا الشيء راح يكون أحسن للمعدة من الأكلات اللي بتكون كتير عالية عالية السعرات الحرارية. تمام، ممكن كل يومين وثلاثة نمرق برمضان فطور مثلا نغش فيه
شوي نستعم شوي اي ولكن الافضل انه نتبع نظام غذائي صحي حتى نستثمر رمضان لننظف جسمنا صح وحتى نحس بالباقي العالم اللي ما عم يقدروا ينوعوا الاطباق على سفرهم. طيب هلا في شيء مهم جدا خلال رمضان هي تسالي رمضان انه بناخذ الشيبسات بناخذ المارشميلو بناخذ الحلو العربي اذا كان بالمقدور بناخذ الاكلات اللي بنقول عنها تسالي ولكن بنلاقي حالنا اخذنا 7 كيلو 10 كيلو اول ايام العيد. كيف بدنا نضبط السناكات وشو المسموح وشو الممنوع؟ اول قاعده لا طعام على طعام، بعد ما فطرنا ما فورا بنروح على الحلو. نستنى ساعتين لثلاثة وخلينا ناكل الشيء اللي نحن بنحبه بطريقة واعية لحتى نستمتع فيه والكمية الصغيرة رح تصير تشبع رغبتنا. منحاول انه هدول الحلو العربي يعني مرتين لثلاث مرات بالاسبوع مو اكثر. هي النصيحة مو بس يلي بده يخسر وزن كمان لنا لصحتنا. ليش لحتى نفوت كمية سكر كتير عالية بعد الصيام وتاني يوم كمان لح نصوم؟ ما استفدنا شيء معناتها. بدنا كتير نحاول ننتبه على إنه هاي الأكل بين الفطور والسحور يكون عن جد عالي كتير بالأغذية. إذا شبعنا حالنا من هالقطعة الحلو بالتالي لح نقصر أكيد بالشغلات اللي نحنا بحاجتها. تماماً. ولهيك بعض الأشخاص بيقولوا خلال فترة شهر رمضان بيزيد وزنهم. فبيزيد وزنه من خلال وجبة الأفطار الكبيرة وبعدها الحلويات وبعد الحلويات السحور بعدين نشربنا كميات مي غير بقى المشروبات اللي هي موجودة بشهر رمضان. فهون فعلا الواحد بيزيد وزنه بشكل كبير لازم نحاول نخفف منهم لنكسب أكيد أجسامنا وبنفس الوقت نحصل على جسم مثالي أو نطلع من شهر رمضان بأجسامنا مثل ما دخلنا خلال الشهر الكريم. بالختام نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا كثير لك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك. رمضان كريم. شكرا مرة.